أجل العمل على قدم وساق في العاصمة السعودية الرياض لإنشاء أول خدمة مترو في المملكة تتضمن 6 خطوط يجري تشييدها جميعا في وقت متزامن. المشروع يطلق عليه مترو العاصمة السعودية وتبلغ تكلفته 22.5 مليار دولار وتشرف عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض: نحن نفخر هذا اليوم بوجودنا في على بعد 25 متر تحت الأرض الآن تقريبا إلى يمكن حول 200 متر أو 100 متر عمق أفقي في تحت الرياض تحت عاصمتنا الحبيبة. نحن نفخر بهذه الإنجازات لوطننا والحمد لله نرى المشروع من تقدم إلى أكثر والله الحمد. وسيتضمن مشروع مترو العاصمة السعودية 87 محطة على امتداد خطوطه 6 ومن المقرر اكتماله في عام 2018. ويقول متعاقد يدعى أمجد بنجش إن المشروع يمثل تحديا كبيرا إذ ليس بوسع كثير من مدن العالم تشييد 6 خطوط لمترو الأنفاق في وقت واحد. ويقول مسؤولون سعوديون إن أهمية مشروع المترو تتمثل في الحاجة لتخفيف الزحام والتلوث في العاصمة خاصة مع توقعات نمو سكان الرياض من 6 ملايين نسمة إلى أكثر من 8 ملايين في غضون السنوات العشر المقبلة. يأتي مشروع المترو ضمن توجه الحكومة السعودية للتوسع في مشروعات السكك الحديدية من بينها خط يربط الرياض بمنطقة قرب حدودها الشمالية مع الأردن. محمد الجبالي، رويترز.